الزمالك، تعادل مع الاهلي، تعادل مع الزمالك السنه اللي فاتت، مش عارف يقول لك ده بيموتوا نفسهم قدام النادي الاهلي، الزمالك ده اللي بيبقوا مش عارف كويسين قدام النادي الاهلي، حاجات بقى بالشكل ده كده. لكن مباراه النهارده مباراه قويه، عجز نادي الزمالك عن استغلال النقص العددي بطرد العربي بدر، طرد العربي بدر طرد مستحق، بحيي الحكم عليه بصراحه، لان هو بيمثل عاوز ياخد ضربه جزاء، كان له واحده قبلها ممكن 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 كان يطرد فيها محمد عبد الغني اللي هي كانت في دقيقة 51 اللي هو قصه من ورا، لكن الحكم اداله انذار وكان الفاول من بره. لكن لا والله تعبي مش من التطعيم، عشان بس الناس ما تخافش من التطعيم، التطعيم عدى عليه دلوقتي 3 اسابيع، تعب انا عندي اموري الخاصه، يعني عندي اموري الخاصه، فكنت بعمل شويه اشعاعات وتحاليل وقاع عين وحاجات خاصه بالقلب وحاجات خاصه بالمعده، فملهاش علاقه بالتطعيم. ما تخوفش الناس من التطعيم، ما تخوفش الناس من التطعيم، التطعيم زي الفل، ما تخوفش، مش التطعيم والله، دي امور بالنسبه لنا يعني. فخلينا بس نتكلم في موضوعنا بعد اذنكم، ربنا يحفظكم جميعا ويشفيكم من كل ده. نادي الزمالك تعرض النهارده الى فقدان نقطه مهمه في مباراته امام نادي الجونه، الجونه صاحب مواقف مع الاهلي والزمالك، تعادل مع الاهلي هذا الموسم ايضا 1-1، ورضا شحاته انا بشوفه من احسن المدربين في الدوري العام المصري. يبقى هو يبقى معاه كابتن محمد عظيمه في المقصه، يبقى كابتن علي ماهر، سيبك من الناس اللي فوق، ناس امكانياتها محدوده وبتبذل مجهود كبير مع فرقتها، فدول من احسن المدربين اللي موجودين. لكن النهارده نادي الزمالك انت النهارده بتلعب فرقه ناقصه لاعب من بعد ربع ساعه من الشوط الثاني، مش عارف تستغل النقص العددي وانت عندك اصحاب المهاره، المهاره الفنيه العاليه، مش عارف تشكل خطوره، ما فيش فرصة حقيقية جوه الصندوق، كلها تسديدات من بره، تسديد زيزو، تسديد سيف الجزيري عملها حلوة جدا، شيكابالا النهاردة كان موجود بس يبدو ان هو مش ماشية معاه على المرمى، اسلام طارق حارس مميز جدا لنادي الجونة وأدى أداء بديع النهاردة في التصدي لمحاولات الزمالك الهجومية، وعلى الجانب الآخر أيضا لم تكن لنادي الجونة أي أنياب أو شراسة هجومية يمكنهم من خلالها تحقيق الفوز أو ما إلى ذلك. لكن كان هناك طرد مستحق لمحمد عبد الغني في عرقله العربي بدر اللي هي العرقله اللي من الخلف، وشه هجمه واعده للمرمى كان ياخد فيها كده، فضلا لما تشوف الكوره فاول عنيف جدا ومؤلم جدا وقاسي جدا، فاول بشع من محمد عبد الغني مع العربي بدر، تمثيل العربي بدر يستحق الانذار الثاني، لازم واحنا بنتكلم لازم نقول اللي يرضي ربنا، تمثيل العربي بدر يستحق الانذار الثاني والطرد من المباراه، او يستحق انذار لو ما كانش ياخد انذار اول ما كانش يطرد، لكنه استحق الانذار الثاني نتيجه ادائه التمثيلي داخل ال 18. طيب هل كان هناك اليوم فريق يستحق الفوز؟ لم يكن هناك من يستحق الفوز، ما تقدرش تقول ان الزمالك لعب واهدر او الزمالك كان فلت منه 3 نقاط، لكن تقدر تقول الزمالك بينقط، بيفقد نقاط سهله في مشوار المنافسه على البطوله في ظل غياب النادي الاهلي لتفرغه للسوبر الافريقي، لمباراه الترجي، لمباراه سان داونز، عنده مؤجلات كتير. النهارده نادي الزمالك حد بيقول لي من النادي مش هنلعب ماتشاتنا غير لما الاهلي يلعب كل مبارياته المؤجله، هتيجي تقول لي هقول لك حقه، هقول لك حقه، والزمالك يخليه قاعد والاهلي يلعب مؤجلات، لان ده كان نفس الطلب اللي طلبه النادي الاهلي الموسم الماضي لحد ما الزمالك يلعب مؤجلات، عاوز تتنك قاعد لحد ما يلعب مؤجلات، وحقك، حقك الطبيعي، محدش يقدر يقول لك عليه لا، محدش يقدر يقول لك عليه لا، لو ده حصل لا ولو قعدك ما يجراش حاجه، لكن هو لغالك ماتش المقصه في كأس مصر اللي كان مقرر اقامته بعد 3 ايام، لكن قال لك نأجله، بدأ يأجل المهندس احمد مجاد، قال لك كده كده الدوري هيخلص على نص 8، يبقى كده، لكن الزمالك النهارده بيخسر نقطتين مهمتين في صراع المنافسه على الفوز ببطوله الدوري العام الغائب عن نادي الزمالك منذ عام 2014. اخر دوري خده فيريرا، الفرقه اللي عملها احمد سليمان، ارجع اقول لانه كان مشرف على الكوره، ما كانش لسه امير مرتضى دخل الكوره، لكن عملها وعمل فرقه كويسه وفازوا بالبطوله، وكان وقتها كونسولت من ايمن يونس وحازم امام ومش فاكر احمد حسام ميدو ولا مين كان معاهم، ثالث ولا رابع ولا خامس، اظن اسماعيل يوسف، لما اختاروا فيريرا في كان نفسها سنه الدفاع الجوي وفاز الزمالك بالدوري في هذا العام. لكن النهارده انت عندك فرصه للمنافسه على الدوري، بتخسر نقاط سهله
مش معنى ان حمزه المسلوسي غايب احمد عيد النهارده عمل ماتش كويس، لكن حمزه المسلوسي مش فارق. اللي يفرق معاك حازم امام وغايب ومرفوع من الخدمه بقاله عده شهور، بقاله عده شهور. طيب في الفراوده فرجاني ساسي غايب، طارق حامد غايب، بس ما قصروش. الشق اللي انت عندك شيكابالا وعندك يوسف اوباما وعندك احمد سيد زيزو وعندك سيف الجزيري، مهاجم مميز بس اديله فرصه وخلي رجله في الملعب. مهاجم مميز اديله فرصه وخليه في الملعب. الحكم انا شايف انه يعني ايه محق في طرد العربي بدر، اداء تمثيلي، لكن كان في طرد لمحمد عبد الغني في الهجمه الواعده اللي كان انفراد، اللي كان اظن في الدقيقه 51. اسلام طارق النهارده عمل بعض الحركات التمثيليه اللي بتفكرنا بحارس المرمى العملاق حارس نادي الترسانه كابتن حسن علي في ادائه المبدع. الزمالك لم يكن يستحق الثلاث نقاط، والجونه فاز بنقطه وخسر نادي الزمالك نقطتين. كده الزمالك 55 نقطه من كم ماتش؟ من 25 ماتش. طب الاهلي عنده كم ماتش؟ لعب كم ماتش؟ 19. يعني بقاله كم ماتش؟ 6. الثلاثه في 6 ب 18. طب لو خد ال 18 وحطهم على 41 يبقى كام؟ 59. يفرق عن الزمالك اربع نقاط. لو الاهلي كسب مبارياته المؤجله السته فرق عن نادي الزمالك بكام نقطه؟ باربع نقاط. هيلعبهم بقى النادي الاهلي وهو ناقص عدد من عناصره الاساسيه، 6 لعيبه نظرا لهم ولا 7 لعيبه هيبقوا مع المنتخب الاولمبي في الدوره الاولمبيه، مش مهم النادي الاهلي، لكن هيبقى مركز. لكن ما كانش ينفع ابدا قبل ما يقابل صن داونز هنا يلعب وادي دجله، وقبل ما يقابل هناك قبل ما يقابل بين الماتشين قبل ما يسافر هناك يلعب وادي دجله، وقبل ما يلاعب نهضه بركان يلعب سيراميكا كليوباترا يوم 25. فبالتالي قال لك اجل المباراه، بدا بقى اوكازيون التاجيل اتفتح، كله اللي عاوز ياجل بيراميدز اتاجل له، عنده 13 حاله كورونا شفاهم الله وعافاهم اجمعين، شفاهم الله وعافاهم اجمعين وحافظهم. مواقف الانسانيه لازم احنا كلنا نكون فيها، نتحلى بالاخلاقيات والمثل العليا ونتمنى الشفاء للجميع. ايوه يا سيدي، حتى لو رمضان صبحي وحتى لو شريف اكرام لازم ندعو له بالشفاء. حب لاخيك ما تحب لنفسك، ما ينفعش شماته في المرض، ما ينفعش شماته في المرض ولا تمني الشر للغير في المرض، ده عادي يعني، لكن ربنا يشفيهم ويحفظهم، ربنا يشفيهم ويحفظهم ويرجعوا يبدعوا مع الطموح ونقطع فيهم برضه، ايه المشكله يعني؟ وننتقدهم برضه، لكن في المرض لازم ندعو لهم جميعا بالشفاء، واولهم حبيب قلبي كابتن وليد مهدي، اللي هو وليد مهدي ده كان المنسق الاعلامي لمنتخب مصر في كاس القارات، وكان حد من العناصر المهمه في منتخب مصر ايام كابتن سمير زاهر، ودلوقتي مع بيراميدز، وحد محترم اخو الكابتن خالد المهدي اللي هو مدير الكوره في الانتاج الحربي، شفاه الله وعافاه. لكن دلوقتي يبقى للنادي الاهلي اذا فاز في المباريات الست المؤجله يبقى فارق 4 نقاط على نادي الزمالك. طيب لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. واحنا بنتكلم على الزمالك لازم النهارده نهني نادي الزمالك بالفوز ببطوله افريقيا لكره السله، لازم نهنيهم، لازم نقول الف مبروك لسله نادي الزمالك على الفوز ببطوله افريقيا، والف شكر للكابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم والاخلاق، مثل ما انكر ابو المهد زكي اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار، على مبادله حسين بلبيب رئيس نادي الزمالك بالمثل، النهارده عمل برقيه وهنى نادي الزمالك بالفوز ببطوله افريقيا لكرة السلة، وحصل ولتر هود اللي على لقب افضل لاعب. الزمالك كسب الاتحاد المنستيري التونسي 76 63 فرق ب 13 نقطة، أول مرة بتقام تحت رعاية الـ NBA الأمريكي. ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك للإخوة في نادي الزمالك على هذا الفوز الكبير، وألف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة على هذا الفوز وهذه البطولة الغالية. طيب وأنا بكلمك على الزمالك، استنى يا بيه ما تستعجلش، جاي لك في التيل والله، والله جاي لك في التيل وأقول لك على كل حاجة، وأنا أقول لك على كل حاجة. نادي الزمالك يطلب يشترط للعب مباراة الدوري لعب أن يلعب الأهلي كل مؤجلاته، وهيبعت جواب بده لاتحاد الكرة في الآونة القادمة، هيبعت جواب بده لاتحاد الكرة في الآونة القادمة وهنشوف ايه اللي هيحصل. واستقر جهاز الكرة في نادي الزمالك مع اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك على عودة 2 أساسيين، مصطفى فتحي ورزاق سيسي، مصطفى فتحي ورزاق سيسي.
هيمشي ناس كتير من الاجانب. حمزه المسلوسي ماشي، حمزه المسلوسي ماشي. بالنسبه لفرجاني ساسي، نجح نادي الزمالك اليوم في ان هو خلاص فرجاني الفلوس دخلت حسابه 100% قبل نهايه شهر مايو ب 24 ساعه. ده يعني ايه؟ يعني انه ليس من حق فرجاني ساسي فسخ عقده مع نادي الزمالك، مش من حقه يفسخ عقده. الفلوس دخلت النهارده، في بقى فتره للتفاوض والحكايه والروايه. قال لهم محدش يكلمني في التجديد، عندكم الراجل بتاعي مهند عون اتفاوضوا معاه، انا محدش يكلمني، انا ما بعرفش اتكلم في الفلوس، انا اعرف اتكلم اقول كلام حلو عن نادي الزمالك، لكن مهند عون يجي يقعد يقول لك انا عاوز 2.4 مليون يورو. يقول لك كده، الزمالك عرضه 2 مليون دولار. 1.5 مليون دولار من نادي الزمالك يعني 30 مليون جنيه، 30 مليون جنيه ايه؟ 15 22 23 مليون جنيه و500 الف دولار من احد اعضاء مجلس الاداره. وعد باعلان، لما يعمل اعلان هنقول اسم، لما يعمل اعلان هنقول اسم، هيروج لمنتجاته، يبقى هيحصل على 2 مليون دولار يعني 32 مليون. هم المليون و600 الف يورو اللي كان بيحصلوا عليهم من نادي الزمالك، والضرايب والحكايه والروايه هنخش في 40 مليون، نخش في 40 مليون مستريحين. ده عرض نادي الزمالك، ده عرض وانا شايف انه عرض ممكن يبوظ لك اوضه اللبس، بس طالما انت موافق خلاص، طالما انت موافق خلاص. لكن في فلوس جايه من بره، يا ريت يا ريت. لكن هنا حق نادي الزمالك ان هو قال له عرض، وافق فرجاني ساسي بهذا العرض وتأقلم مع هذا العرض، حقه ويشرف نادي الزمالك ويستمر مع نادي الزمالك. خلي بالكم، خلي بالكم من الكوارث ان البعض بيعتبر تجديد فرجاني ساسي بطولة. فرجاني ما هو الا لاعب ضمن 11 لاعب جوه الملعب، كان موجود في بعض المباريات المهمة والمباريات الفاصلة ولم يحدث الفارق. بكلمك كورة، لان الاداء اداء جماعي، اداء فريق مش اداء افراد. هو نموذج موهوب، لكن مين المفيد للفرقة ومين المؤثر في الفرقة؟ هو ده اللي يجب أن يفعله. لكن الناس عاوزة فرجاني ساس، المجلس اللي موجود ده هيبذل أقصى ما لديه للتجديد مع فرجاني ساس. ماشي. كارتيرون لغى معسكر الفرقة عشان لعب مباراة المقصة وما إلى ذلك. طيب.